صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز مناصحة ولاة الأمر والعلماء عن طريق الأنترنت أم أن فيها مجاهرة؟ على حسب المصلحة والمفسدة. وهل الإنترنت يصل إلى المسؤولين أو ما يصل؟ ما أدري. لكن إذا كان عندك نصيحة لولاة الأمور أو للعلماء اتصل بهم هم، إما شخصيا بأن تكلمهم، أو كتابيا بأن تكتب لهم، أو وصية بأن توصي من يتصل بهم ويبلغهم. أما قضية الإنترنت فهذه وسيلة مدخولة. نعم.